اللي جرى من وقف لعمل جي ميديا وقرار النيابة العامة وكمان استدعاء علاء الرماوي هو خطوة من سلسلة للملاحقات للصحفي الفلسطيني، وكمان هي سلسلة الانتهاكات اللي بتكون فيها الأجهزة الأمنية للمؤسسات الصحفية بعد طبعا حجب مواقع إلكترونية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. احنا في محامون أجل العدالة ندين هذه الخطوة في ظل انه موجود رخصة مع شركة جي ميديا، ونشوف انه هذا هو استهداف لعلاء الرماوي بصفته مدافع عن حقوق الإنسان وبسبب نشاطه الصحفي. وندعو كمان، أطلقنا نداء عاجل لعطوفة النائب العام ورئيس نيابة حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والدولية لوقف هذا القرار ووقف الملاحقة لمجموعة جي ميديا وللصحفي علاء الرماوي.